الرئيس السيسي يواجه بصياغة مخطط متكامل لمنظومة الإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهنئ مصر بإصدار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان. ورئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية ويتفقدان القوات المشاركة بتدريبات النجمة ساطع 2021 السادسة مساء من التلفزيون المصري الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة مخطط متكامل بشأن منظومة الإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، ذلك لتحقيق وضمان استدامة وكفاءة الإدارة والتشغيل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية والمرافق الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية. صرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول أيضا الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، حيث وجه الرئيس السيسي بمراعاة خروج تجهيزات المتحف على أكمل وجه وأعلى مستوى والتدقيق في التفاصيل ذات الصلة بالعرض المتحفي على نحو يبرز تفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة ويتسق مع قيمة المتحف الذي يحظى باهتمام عالمي كبير باعتباره أيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء. كما تم عرض آخر مستجدات قطاعي السياحة والأثار وآخر الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي، فضلا عن تطورات العمل في متحف عواصم مصر وكذا أعمال الترميم الحالية في عدد من المواقع الأثرية. وانضم إلينا هاتفيا دكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف. دكتور علي، اجتماعات مستمرة من قبل الرئيس السيسي لمتابعة تطورات العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، برأيك ماذا يعكس هذا الحرص على صعيد الإنجاز وجودة التنفيذ؟ احنا هنتكلم حضرتك في شقين. الشق الأول هي متابعة الرئيس شخصيا لهذا الملف الغاية في الأهمية، وده يقول لكل المسؤولين في مصر انه المشروعات لن تكتمل الا بمتابعه او متابعه حسيسه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا بنتكلم على مشروع العاصمه الاداريه اللي هو هيكون عنوان للجمهوريه الجديده. بنتكلم على 720 كيلومتر مربع مساحه سنغافوره كمدينه ذكيه، كمدينه حضارية، مدينة مخططة تخطيط على أعلى مستوى عالمي، مدينة ذات قاعدة اقتصادية من كافة القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية واللوجستية والمالية. ده احنا بنقول انه متابعة سيادة الرئيس للموضوع ده في غاية الأهمية، لأنها بتمثل نقلة كبيرة جدا مش بس للصورة لصورة الجمهورية الجديدة، ولكن للاقتصاد المصري والصورة الذهنية للآخرين للمصريين وجودة الحياة للمصريين. نعم، الاجتماع تناول أيضا قطاعي السياحة والأثار من زوايا مختلفة، يعني المتحف الكبير، الاستعداد للموسم السياحي الشتوي، متحف عواصم مصر، أعمال التطوير المختلفة. فيما يخص المتحف المصري الكبير من حيث التجهيزات الفنية وغيرها، كيف ترى هذا المشروع القومي الكبير؟ تمام، خلينا نقول ان كل ده في بيصب في او بيندرج تحت مظله كبيره جدا وتوجه كبير للدوله، وهو تعظيم القيمه المضافه من الموارد المتاحه. وعندنا احنا القيمه الاثريه والتاريخيه لمصر كبيره جدا جدا، وبالتالي بنتكلم على المتحف الكبير كمتحف بيتم عرض فيه الاثار المصريه بطريقه حضاريه، ولكن في نفس الوقت تضاهي وتتناسب مع العمق التاريخي للحضاره المصريه. بالتالي احنا بنقول نعمل نقله نوعيه كبيره جدا
للسياحة في مصر خلال الفترة اللي جاية. ويمكن اللي أنا عاوز أقوله للسادة المشاهدين اللي بيحصل، إحنا مسلطين الضوء على المتحف الكبير، ولكن في المحافظات وفي الأقاليم في تطوير في المناطق الأثرية غير مشهور، يعني غير مسبوق. إحنا بنشوف معابد في سوهاج ومعابد في قنا ومعابد في المنيا بيتم ترميمها، ومتاحف جديدة بتتبنى، ده لتطوير قطاع السياحة والبنية التحتية بتاعته. نعم، ناهيك أيضا يا دكتور عن الاكتشافات الجديدة التي تطلعنا بها وزارة السياحة والأثار كل يوم. دكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. نجدد عليكم التحية مشاهدينا ونشرة السادسة. والآن إلى ملف إطلاق مصر أول استراتيجية لحقوق الإنسان. إن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها. لدينا أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر. إحنا بنقود بلادنا بالأمانة والشرف والعزة عشان نعمل مجتمع يليق بمصر. هنأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر مصر بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتعد الاستراتيجية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، كما تعد خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان. أكد مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يثبت جدية الدولة بقناعة ذاتية للتطوير في مجال حقوق الإنسان. وأضاف السفير جمال الدين أن ما أعلنه الرئيس السيسي خلال الاحتفالية من تكليفات لاقت ارتياحا كبيرا على المستوى المحلي والدولي. وأوضح مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف أن إطلاق الاستراتيجية لم يتم إلا في نحو 30 دولة في العالم، وأضاف أن هذه الاستراتيجية لها عدة محاور تمت صياغتها على مدار عام ونصف العام بأسلوب منهجي يقوم على أساس حصر الحقوق المنصوص عليها في الدستور والتزامات مصر الدولية. وينضم إلينا هاتفيا الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور أشرف، بعد التحية، يعني تقدير دولي، تهنئة دولية من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية فيما لا وصل بإعلان مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، كيف يمكننا قراءة ذلك؟ يمكن قراءة ذلك، يعني أنا موجود الآن في واشنطن في متابعة طبعا دقيقة للأمم المتحدة وإعلاناتها، تهنئة طبعا واضحة وترحيب من المنظمة الدولية ومن أعضائها بالمبادرة المصرية والاستراتيجية المصرية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار أنها تقدم نموذجا راقيا لمصر ولدول أخرى في العالم. تنتظر المنظمة الدولية أن تخطو نفس الخطوة التي خطوتها مصر، وبرعاية واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحاول أن يبني مصر إلى كل ما يحقق المجد والسعادة للمصريين وللدولة المصرية. عظيم جدا دكتور أشرف، يعني هذه الاستراتيجية التي تم إطلاقها في العالم لم يتم إطلاقها إلا فقط في 30 دولة على مستوى العالم. السؤال هنا، كيف يمكن استغلال هذا الأمر والاستفادة منه في التسويق للملف المصري على الصعيد العالمي؟
كانت طبعا مصر بتعاني من الستينات والسبعينات والثمانينات القرن الماضي من اتهامات مباشرة من دول كانت تستخدم ورقة حقوق الإنسان كورقة ضاغطة في أجندة السياسة الخارجية لديها، وضغطوا على مصر كثيرا. ولكن الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي يزيل هذا الأمر بشكل منهجي متسق مع القانون والدستور المصري، يقدم مصر على المعيار الدولي كي نسكت الأصوات الرديئة التي تخرج أحيانا من هنا أو من هناك. يعني أنا في ظني بعض أصوات في الكونغرس الأمريكي مؤيدة لمصر، وبعض الأصوات يعني ضعيفة وغير مؤيدة، ولكن تلك الأصوات في المستقبل ستصمت باعتبار أن مصر تقدم استراتيجية مهمة لحماية حقوق الإنسان المصري، وحقوق الإنسان المصري هو حقوق مصانة بالدستور المصري. ولكن يجب أن نفكر جيدا أمام العالم بأن أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا لا يمكن أن تقبل بورقة حقوق الإنسان حينما الأمر يتعرض إلى الأمن القومي أو يتعرض إلى تهديد المواطن المصري أو المواطن الفرنسي أو الأمريكي، بمعنى أن هذا الأمر واضح في دول التي تتشدق بحقوق الإنسان، ومصر ورئيسها لهم كل الحق في الدفاع عن أمن مصر ومواطني مصر، وبالتالي هذه الاستراتيجية ستستطيع أن تقدم مصر في حماية حقوق المرأة، الطفل، الشباب. وأنا أفتكر أن دي مبادرات مجمعة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، وقدم مع تلك المبادرات كلها في هذه الاستراتيجية العظيمة التي أطلقت من عاصمة مصر الجديدة، العاصمة الإدارية، عاصمة الجمهورية الجديدة. نعم دكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أشكرك شكرا جزيلا. وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة مخطط متكامل بشأن منظومة الإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتحقيق وضمان استدامة وكفاءة الإدارة والتشغيل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية والمرافق الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والمهندس أحمد زكي عبدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، ولواء أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية والمرافق الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المتحف المصري الكبير. وقد وجه السيد الرئيس بصياغة مخطط متكامل بشأن منظومة الإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة المنطقة المركزية والحي الحكومي والمرافق العامة المتنوعة، وذلك لتحقيق وضمان استدامة وكفاءة الإدارة والتشغيل. وقد شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بما تشمله من أحياء ومرافق، فضلاً عن التغذية الكهربائية بما فيها أعمال تركيب المعدات والخطوط ومحطات التحويل والتوزيع، وكذلك أعمال قطاع الاتصالات والنظم والبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها، وتجهيزات التكنولوجيا لإدارة العاصمة، وشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، والتجهيزات المرئية والصوتية للتشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وتغطية شبكات خدمة المحمول.
أضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، خاصة ما يتعلق بالقاعات الرئيسية وصالات العرض، ومخطط عمليات نقل ووضع القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف. وقد وجه السيد الرئيس بمراعاة خروج تجهيزات المتحف على أكمل وجه وأعلى مستوى، والتدقيق في كافة التفاصيل ذات الصلة بالعرض المتحفي، على نحو يبرز تفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويتسق مع قيمة المتحف الذي يحظى باهتمام عالمي كبير باعتباره أيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء. وقد تم في هذا الإطار استعراض تطورات العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، والذي يسعى لتقديم تجربة فريدة للتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة، فضلاً عما تم مؤخراً من نجاح في عملية نقل مركب خوفو الأولى من منطقة الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، والتي مثلت واحدة من أهم المشروعات الهندسية الأثرية المعقدة، حيث تمت بدقة شديدة مع ضمان كافة سبل الحماية للمركب لتستقر في موقعها الجديد في مبنى متحف مراكب الشمس بالمتحف المصري الكبير. كما تم عرض آخر مستجدات قطاعي السياحة والأثار بما فيها معدل تدفقات السياح وآخر الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي بدءا من الشهر القادم، فضلاً عن تطورات العمل في متحف عواصم مصر، وكذا أعمال الترميم الحالية في عدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية في مقدمتها معبد الأقصر وطريق الكباش، إلى جانب بعض القصور التاريخية مثل قصر محمد علي بشبرا. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021. التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021، والذي تستمر فعالياته حتى 17 من سبتمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بالتدريب والأهمية التي يحققها باعتباره أرضا خصبة لتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة. وأكد الفريق محمد فريد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كافة الأنشطة التي تنفذ يومياً وتقوم بتهيئة المناخ الذي يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التي توكل إليها، فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالصدى الذي يحققه التدريب بكافة الأوساط العسكرية الدولية، معرباً عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحداً من أهم وأكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد القيادة المركزية الأمريكية بجولة تفقدية تضمنت المرور على مراكز القيادة والسيطرة لمتابعة آليات العمل التي تعتمد على التخطيط المشترك لإدارة مهام التدريب. كما قام قائد القيادة المركزية بالمرور على مناطق وميادين التدريب، وأشاد خلال الجولة بالكفاءة القتالية العالية لكافة العناصر المشاركة بالتدريب، وكذا بالإمكانيات التدريبية والإدارية بالقاعدة وميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القتالية والتخصصية. أعقب ذلك لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع كافة العناصر المشاركة بالتدريب الذي نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة مرحبا بهم على أرض بلدهم الثاني مصر، كما أثنى على المستوى المتميز الذي وصل إليه التدريب خلال كافة المراحل التي تم تنفيذها.
التقت اللواء تريسي نوريس قائد الحرس الوطني لولاية تكساس بكل من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى مصر في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المتحدث العسكري أن اللقاءات تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار دعم علاقات التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية. وفي سياق متصل قامت اللواء تريسي نوريس بالمرور على عناصر الحرس الوطني لولاية تكساس المشتركة في التدريب المشترك النجم الساطع 2021، حيث أشادت بالمستوى الراقي الذي يعكسه التدريب ومدى مساهمته في تبادل الخبرات بين العناصر المشاركة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطط الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه. أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6576 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1485 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 8889 أرجيلة، إضافة إلى غلق 5205 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 64439 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 7467 قضية تموينية متنوعة، من بينها 192 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 24 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2,344,193 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 7251 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3047 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 243,152 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 40,147 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم رفع 334 سيارة و58 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 944 قضية ومخالفة، أبرزها حياتة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 76,556 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 68,774,599 جنيها.
وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 416 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية. ضبط خلالها 294 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات. ضبط خلالها العديد من الأجهزة الإلكترونية، كما تم ضبط 122 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 498,500 كتب دراسية خارجية مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 26 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 160,105,612 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1677 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 5,039,311 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4,838,269 جنيها. أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي. وأكد الاتحاد استعداده لحشد الجهود من أجل دعم لبنان ومساعدته على مواجهة الأزمات التي يعانيها. قالت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية إن الاتحاد الأوروبي يرحب بالإعلان عن توقيع رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على مرسوم تشكيل حكومة في لبنان. تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة بإخراج البلاد من أزمة نقص البنزين والأدوية، وهو ما لاقى ترحيبا داخليا ودوليا. وتبقى تفاصيل مخطط عمل الحكومة غير واضحة حتى الآن، وسط حديث عن قرار رفع الدعم الذي قد تضطر الحكومة للمضي فيه بسبب نفاد العملة الصعبة. ملفات ساخنة على طاولة الحكومة اللبنانية الجديدة التي تم التوصل لتشكيلها برئاسة نجيب ميقاتي بعد تأخر دام 13 شهرا. الاقتصاد مرض والسياسة عرض، وهذا يتطلب ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان منذ صيف 2019. أزمة لبنان الاقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ منذ عام 1850، في حين تقدر الأمم المتحدة أن 78% من الشعب اللبناني يعيشون تحت خط الفقر في ظل التضخم والتسريح من الوظائف. الوقود وتوفير الطاقة أبرز الأزمات التي تصدرت المشهد اللبناني مؤخراً في ظل شح السيولة النقدية من الدولار وانهيار قيمة العملة المحلية، فضلاً عن الرفع التدريجي للدعم على المواد الأساسية المستوردة والأدوية. من هنا جاء دور الشقيقة الكبرى مصر لتقف بجانب لبنان في أزمة الطاقة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتم الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا. مكافحة فيروس كورونا أزمة أخرى فاقمت من معاناة الشعب اللبناني في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع أعداد الطواقم الطبية. التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد توقف المحادثات صيف 2020 يشكل تحدياً آخر أمام حكومة نجيب ميقاتي لتطول قائمة التحديات الاقتصادية والتي ينتظر اللبنانيون من جميع الشركاء السياسيين العمل على تجاوزها وإعلاء مصلحة لبنان. أكد
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الأولوية لبلاده في اليمن تبقى لإحلال السلام. وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر تشالنبرغ في الرياض أن قوات الحوثي لم توافق على وقف لإطلاق النار وتواصل تهديد المدنيين. كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن المملكة قدمت مقترحا لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن الهجوم الذي نفذته قوات الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا يمثل امتدادا لمسلسل تدمير قوات الحوثي للبنية التحتية للاقتصاد الوطني. وخلال لقائه السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف أشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن قوات الحوثي تصر على استمرار تعميق الكارثة الإنسانية التي تسبب بها، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة الهجمات التي تقوم بها قوات الحوثي وتصعيدها المستمر واتخاذ موقف حازم إزائها. ميدانيا، كبدت قوات الجيش اليمني قوات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في محافظة مأرب. واستهدفت قوات الجيش اليمني حسب مصادر محلية تجمعات لعناصر تابعة لقوات الحوثي كانت تحاول التسلل إلى مواقع في عدة جبهات بالمحافظة. بالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات لقوات الحوثي في محيط مأرب وكبدتها خسائر في العدد والعدة. في العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية القبض على إرهابيين اثنين في نينوى وصلاح الدين. أشارت إلى أن أعمال الضبط جاءت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، موضحة أن الإرهابيين المحتجزين من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء. دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار سحب قوات بلاده من أفغانستان، وقال إن الولايات المتحدة لا يمكنها استهداف كل بلد يوجد فيه تنظيم القاعدة الإرهابي. وعلى هامش المراسم التي أقيمت في الذكرى العشرين لهجمات 11 من سبتمبر، أكد بايدن أن محاولة توحيد الأفغان كانت خطأ، وأضاف أن الأمريكيين أنجزوا مهمتهم عبر قتل أسامة بن لادن مؤسس القاعدة وتحييد التنظيم الإرهابي في قاعدته الأفغانية. حث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان المجر إلى مد ذراعية نحو الجميع. جاء ذلك خلال زيارة قصيرة للبابا إلى بودابست، المحطة الأولى في أول جولة دولية له منذ خضوعه لجراحة يوليو الماضي. هذا وقد وصل البابا فرانسيس إلى سلوفيكيا مع انتهاء رحلته القصيرة إلى المجر، وسيزور البابا عددا من المدن السلوفيكية، وهي أول زيارة للبابا إلى هذا البلد الذي يعد غالبية كاثوليكية وكان ضمن الكتلة السوفيتية السابقة منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني في 2003. نشرة السادسة مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. بريطانيا تستعد لكورونا خلال الشتاء بخطط تتضمن تخفيفا لبعض القيود. قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضع هذا الأسبوع خطة لتعامل البلاد مع جائحة كورونا خلال الشهور الأكثر برودة. وأشار جاويد إلى أن الحكومة قد ترفع بعض القيود مع الاعتماد على اللقاحات، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالسفر فإن هناك بعض القواعد التي ستظل سارية. عاد مئات الألاف من الطلاب للمدارس في بنغلاديش، وذلك بعد إغلاق دام لنحو عام ونصف بسبب جائحة كورونا. كانت بنغلاديش قد أغلقت جميع المؤسسات التعليمية في مارس 2020 بعد أسبوعين من اكتشاف أول حالات الإصابة بفيروس كورونا. تا
تم حتى الآن تسجيل أكثر من 1,500,000 حالة إصابة و 26,880 وفاة في بنغلاديش التي تسجل تراجعا في حالات الإصابة اليومية. قال الوزير الياباني المسؤول عن التعامل مع أزمة كورونا ياسوتوشي نيشيمورا إن أكثر من 50% من السكان تلقوا جرعتين من لقاح كورونا. أكد المسؤول الياباني أن وتيرة التطعيم تتم وفقا للمسار المحدد لتتماشى مع مستوى مسيرة التحصين في الاقتصادات الكبرى في أوروبا، مشيرا إلى أنه إذا استمر التطعيم بالوتيرة الحالية فإنه سيتجاوز 60% بنهاية هذا الشهر. هذا وتهدف الحكومة اليابانية إلى إكمال عملية التطعيم لجميع المؤهلين والراغبين في الحصول على اللقاحات، ذلك بحلول أوائل نوفمبر القادم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم إيمانا منها بالأهمية القصوى لملف التعليم. تأكيد جاء خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة تطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي. وخلال الاجتماع أضاف مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ التكلفات الرئاسية لتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تطوير المناهج التعليمية تبعا. وشهد الاجتماع عرض خطة تطوير مناهج الصف الرابع الابتدائي، حيث تمت الإشارة إلى أن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بتطوير مناهجها الدراسية الوطنية بشكل يضمن الاستمرارية والبناء على مكاسب التعلم. أكد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أن حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب ضد فيروس كورونا بالجامعات جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال جولته التفقدية رفقة رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني لمتابعة سير حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، شدد عبد الغفار على ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع منتسبي الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الملزمة لتلقي التطعيم واعتبارها شرطا أساسيا للتواجد داخل الحرم الجامعي. بحثت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد مع سفير دولة كوريا الجنوبية لدى مصر هونغ جين ووك سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي. وتناول الاجتماع التعاون في مواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات وتبادل الخبرات بين الدولتين في مجال تصنيع المستحضرات الحيوية. وأكدت وزيرة الصحة أهمية التعاون مع الشركات بدولة كوريا الجنوبية لنقل تكنولوجيا التصنيع في مجال الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية إلى الشركات الوطنية، فضلا عن تعظيم فرص الاستثمار للشركات الجنوب كوريا بمصر. افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الدورة التدريبية الثانية المشتركة لأئمة وواعظات مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين. وأكد جمعة أن هذه الدورة تأتي استكمالا لسلسلة من الدورات بين الوزارتين، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارتي الشؤون الدينية والأوقاف بالبلدين، ذلك في مختلف المجالات. تواصل القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الحمراوين بمدينة القصير فعاليتها لليوم الثاني. وقامت القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 218 حالة بمختلف التخصصات الطبية، ذلك على مدار يومين. قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن القافلة قامت بإجراء جميع الكشوفات والفحوصات المعملية والأشعة وصرف العلاج بالمجان، ذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.
أطلقت مديرية الصحة بأسوان القافلة الطبية بنجع الحجر التابع لمركز مدينة دراو في أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ضمت القافلة 10 تخصصات طبية مختلفة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على أهالي القرية وصرف العلاج بالمجان وتحويل عدد من الحالات التي تستوجب إجراء عمليات جراحية. حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة إنجازات غير مسبوقة في القطاع الصحي بمحافظة أسيوط، حيث تم إنشاء 27 وحدة صحية في قرى المبادرة، ويجرى إنشاء 137 وحدة جديدة وأربع مستشفيات مركزية تتعدى تكلفتها 10 مليارات جنيه. وأشارت وزارة الصحة بأسيوط إلى أن هذه المشروعات تخدم الملايين من الأسر الأكثر احتياجا، كما أنها تضاف إلى منظومة التأمين الشامل الذي سيتم تطبيقه بالمحافظة في العام 2023 بدلا من 2029. انتهت وزارة الثقافة من مشروع إحياء وترميم المباني التراثية بقرية القرنة بالأقصر، وهي المسرح والخان والمسجد، وذلك تمهيدا لافتتاحها نهاية العام الجاري. يعد مشروع إحياء وترميم المنشآت ذات الطابع المعماري المتميز بالقرنة إنجازا جديدا للثقافة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إنجاز جديد ينضم لقائمة إنجازات مصر المتعددة، فبعد أكثر من 70 عاما من التدهور ها هي قرية حسن فتحي تعود للحياة من جديد. وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو انتهت من ترميم المرحلة الأولى من القرية التابعة للقرنة بمحافظة الأقصر، والتي استغرقت ما يقرب من 24 شهرا وفق معايير دقيقة للوصول إلى الشكل الحالي بعد تأثر وانهيار المباني الذي دام لسنوات طويلة. وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم قامت بجولة تفقدية للقرية لمتابعة التطورات وما تم إنجازه من إحياء وترميم للمباني التراثية بالقرية، وهي المسرح والخان والمسجد، تمهيدا لافتتاحها نهاية العام الجاري. سعداء جدا بأن النهاردة بنستعيد المسرح، بنستعيد قرية حسن فتحي، وبنستعيد المسجد، وبنستعيد الهوية الحقيقي البصرية الثقافية الرائعة اللي يعني لسنوات كتيرة الحقيقة يمكن تم إهمالها وتم العبث بيها، لكن الحمد لله يعني في المرحلة اللي احنا فيها دي ده مؤشر عظيم جداً. جهاز التنسيق الحضري بالتعاون مع محافظة الأقصر وضع رؤية بصرية لتطوير المنطقة المحيطة لتتناسب مع القيمة المعمارية للقرية، وذلك في إطار الاهتمام بالأماكن التراثية وتحويل محافظة الأقصر إلى متحف مفتوح بجميع مدنها. إضافة جديدة لتأكيد وترسيخ الهوية البصرية لمحافظة الأقصر ومدينة القرنة تحديداً. هي طبعا احنا الدوله ومحافظه الاقصر وجميع الوزارات المعنيه وعلى راسها وزاره الثقافه ووزاره السياحه والاثار، للجميع بيعمل على قدم وساق الحفاظ على التراث، للحفاظ على اثارنا وتاريخنا في كل بقعه وكل ركن في محافظه الاقصر تحديدا، لتحويلها الى متحف مفتوح. خطوات سريعة وجادة تتخذها الدولة في حماية الأماكن التراثية المصرية، وذلك بالتزامن مع الإنشاءات الجديدة التي تتم في كل المحافظات، والتي تؤكد مصر من خلالها احترامها واهتمامها بالماضي والحاضر والمستقبل. والآن مشاهدينا نتحول وإياكم هذه الوقفة الاقتصادية وحكمة عبد الحميد. أهلا بك. شكرا سحر، شكرا رجائي، وإلى وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج من الأسواق الحرة، ذلك تزامنا مع تطبيق قانون الجمارك الجديد. وأكد المركز أن القانون الجديد للجمارك ولائحته التنفيذية التي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري يتضمنان أحكاما أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج.
أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.6 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى الثامن من سبتمبر 2021. في سياق متصل، ارتفعت صادرات مصر من البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي خلال الموسم الجاري بين سبتمبر 2020 ويوليو 2021 لما يقترب من 310 ألاف طن، بزيادة قدرت ب 21.7% مقارنة بنفس الفترة خلال الموسم السابق. بذلك أصبحت مصر المصدر الرئيس للبرتقال إلى الاتحاد الأوروبي من دول خارج الاتحاد. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 27.8% في يونيو 2021، وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 49.2% لتبلغ 3.61 مليار دولار خلال يونيو 2021، ذلك مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه. تشارك مصر في فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 المقام بدولة الإمارات العربية والمقرر افتتاحه في 30 من سبتمبر الجاري. وتوجهت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إلى الإمارات لمتابعة الاستعدادات النهائية للجناح المصري المشارك في فعاليات المعرض، إضافة إلى عقد سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين. وإلى البورصة المصرية، حيث تباينت المبشرات بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع، فارتفع رأس المال السوقي بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.6 مليار جنيه. وبالنسبة لأداء المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيس إي جي إكس 30 بنسبة 0.17% ليصل إلى بذلك مستوى 11,036 من النقاط، في حين صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.35% ليصل بذلك إلى مستوى 2845 نقطة. ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 99% ليصل إلى مستوى 3832 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15.64 من القروش للشراء و 15.77 جنيه للبيع، وسجل اليورو 18.48 جنيه للشراء و 18.64 جنيه للبيع. وصل الجنيه الاسترليني إلى 21.65 قرش للشراء و 21.83 قرش للبيع. للعملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي 4.25 من الجنيهات للشراء و 4.29 للبيع. الريال السعودي وصل إلى 4.17 جنيه للشراء و 4.20 قرش للبيع. نذهب الآن إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث صعدت أسعار الذهب مدعومة على أن البنوك المركزية قد تبقى أو تبقي أسعار الفائدة منخفضة ليستقر المعدن الأصفر إلى فوق 1800 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 670 جنيه للجرام، بلغ عيار 21 إلى 782 جنيه للجرام، عيار 24 ما قيمته 804.80 جنيه للجرام. هذا ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 6256 جنيه. توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل العجز المالي والديون في سلطنة عمان هبوطا حادا، ذلك بفضل تطبيق الدولة لخطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط. وتوقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3% في 2020، وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل. انتهت وقفتنا الاقتصادية وعودة مرة أخرى إلى سحر ورجائي إليكما. شكرا لك حكمة.
تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار بليغ حمدي صاحب الألحان الوطنية التي لن تمحى من ذاكرة المصريين، مثل عد النهار لعبد الحليم حافظ وعلى الربابة الوردة ويا حبيبتي يا مصر لشادية وغيرها من الأغاني المرتبطة بكل شبر من أرض الوطن. هذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لمنظومة الإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهنئ مصر بإصدار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان. رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية ويتفقدان القوات المشاركة بتدريبات النجم الساطع 2021. بهذه العناوين انتهت نشرة السادسة. في تمام التاسعة مشاهدينا، خدمة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة التلفزيون المصري. إلى الملتقى.